الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها. متوصف لعبد الله حمدان بن دلموج. جديمك نديمك لو جديد لك غناك. طبعا جديمك ترى قديمك، نديمك أي يعني ينادمك يونسك يسولف وياك يفهم لك يعرفك، جديد لك غناك أن استغنيت بالجديد، أن حتى لو الجديد هذا بغنيك عن هذا كله لكن جديمك لا تودره. فهي نصيحة بأنك أنت تبقى محافظ على الجديم اللي عارف أعواقك وعارف أنت أعواقه وعارف وين يقدر يعطي وعارف وين ما يقدر يعطي وعارف حجم قوته وحجم طاقته وشو ممكن يعني فاهمن لك كل شيء وانت فاهمن لك كل شيء. فلا تتركه حتى لو هذا الجديد حسيت انه غناك عن الاولي. متوصف ماضي وحاضر ومستشرف.